أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، صلاة تشرح بها صدورنا وتنور بها قلوبنا وتنفعنا بها في الدنيا والآخرة إن شاء الله. إخوتي في الله، أحبائي أعزائي، نكمل ما قد تحدثنا فيه عن أحكام النون الساكنة والتنوين. تحدثنا فيما سبق عن الإدغام والإظهار، والآن إلى الحكم الثالث وهو الإقلاب. الإقلاب يعني بمعنى أن نقلب الشيء عن موضعه، ولغة في تجويد القرآن هو أن حرف النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعده حرف الباء فقد يتعذر النطق بالحرفين، فللتخفيف علينا أن نقلب النون الساكنة والتنوين إلى حرف الميم حتى يسهل النطق بالنون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها حرف الباء، ويسمى الإقلاب، وهو أن تنقلب النون الساكنة والتنوين إلى ميم. بهذا القلب، وهو قلب النون الساكنة والتنوين إلى ميم، يصبح الحرفان اللذان يلتقيا هما الميم مع الباء، بدل النون أو التنوين مع الباء يصبح الميم مع الباء. وفي هذا يتحول القلب إلى حكم آخر، وهو حكم الإخفاء الشفوي، لأن الميم مع الباء إن شاء الله في الدروس القادمة نعلم أو سوف نعرف أن الميم إذا ارتقت مع حرف الباء يصبح هناك حكما جديدا اسمه الإخفاء الشفوي. فلهذا والإخفاء الشفوي يلزمه غنة. إذن فحين تلتقي النون الساكنة والتنوين مع حرف الباء ينقلب حرف النون الساكنة والتنوين إلى ميم، وينتج عنه حكم آخر اسمه الإخفاء الشفوي ويلزمه الغنة. إذن في الإقلاب ثلاث أشياء: قلب، ثم إخفاء، ثم غنة. مرة أخرى، في الإقلاب يتم ثلاثة أشياء: قلب، ثم إخفاء، ثم غنة. أمثلة والإقلاب قبل الأمثلة إن شاء الله. والإقلاب إما يكون من كلمتين مثل من بعد، وإما يكون
من كلمة واحدة مثل لينبذن، لينبذن. لاحظنا عند النطق بكلمة من بعد قلبنا النون إلى ميم، فلم نقل من بعد ولكن من بعد، من بعد قلبت النون ميم، ثم أتيت بالإخفاء الذي هو ما بين الميم والباء من بعد. ولكي يتحقق الإخفاء يجب أن ترتكز الثنايا العليا اللي هي أطراف الأسنان العليا على الشفة السفلى مع ترك فرجة صغيرة بين الشفتين، فإن فعلت ذلك بأنك جعلت الثنايا العليا ترتكز على الشفة السفلى يعني كأنها كرسي تقف عليه، مع ترك فرجة أو فتحة صغيرة بين الشفتين، بهذا تحقق الإخفاء الشفوي. هكذا من بعد، من بعد، لينبذن، وهكذا إخوتي أحبتي. بهذا يكون قد تعرفنا على الإقلاب. في عجالة، الإقلاب هو أن يلتقي مع بعد، أن يأتي بعد النون الساكنة والتنوين حرف الباء، ففي هذه الحالة تنقلب النون الساكنة والتنوين إلى ميم، ونحقق في نطقهما الإخفاء الشفوي، ويكون كما قلت في كلامي إن الإقلاب ينتج عنه إخفاء شفوي يلزمه غنة، فلا يتحقق الإقلاب إلا بهذه الثلاثة: قلب، ثم إخفاء شفوي، ثم غنة. قلب، ثم إخفاء شفوي، ثم غنة. وإلى هنا أتي إلى نهاية تعريف الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، والآن ننتقل إلى الحكم الرابع والأخير في أحكام النون الساكنة والتنوين. تعالوا معي نعد الحروف التي سبقت في الأحكام السابقة. حروف الإدغام 6 حروف، مجموعها يرملون، يعني اليه والراء والميم واللام والواو والنون. حروف الإظهار الحلقي: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، 6، 6 يرملون زائد 6 إظهار حلقي، المجموع 12، نضيف إليه حرف الباء، إذن فالمجموع 13 حرف. إذن في الأحكام الثلاثة السابقة تحدثنا عن 13 حرف، يتبقى من ال 28 حرف الأصلية 15 حرف. ال 15 حرف الأخيرة هذه إذا جاءت بعد النون الساكنة والتنوين يسمى إخفاء
حقيقي. وهذا هو الحكم الرابع لأحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإخفاء الحقيقي وحروفه هي. بعد أن نحذف حروف الإدغام الستة وحروف الإظهار الستة وحرف الباء، يتبقى معنا الـ15 حرف الباقية، وهم التاء، الثاء، الجيم، الدال، الذال، الزين، السين، الشين، الصاد، الضاد، الطه، الظه، الفاء، القاف، الكاف. هذه هي الـ15 حرفا التي إذا جاءت بعد النون الساكنة والتنوين تختفي النون الساكنة والتنوين اختفاء يسمى الإخفاء الحقيقي. بعض العلماء جمعوا الـ15 حرف في هذه الجملة: صف ذا ثنى، كم جاد شخص قد سما، زد في تقى، ضع ظالما، دم طيبا. هذه 15 كلمة. نأخذ الحرف الأول من كل كلمة: صف الصاد، ذا الذال، ثنى الثه، كم الكاف، جاد الجيم، شخص الشين، قد القاف، سما السين، وهكذا. حروف الإخفاء الحقيقي جمعوها في هذه الجملة: صف ذا سنا، كم جاد شخص قد سما، زد في تقى، ضع ظالما، دم طيبا. طريقة نطق النون الساكنة والتنوين أثناء القراءة أو التلاوة هو الإخفاء. أولا لي يعني صورة متوسطة ما بين الإدغام والإظهار الحلقي، يعني حالة متوسطة. الحرف إذا الحرف حرف الإخفاء اللي هو الصاد مثلا، إذا جاء بعد النون الساكنة والتنوين، فالنون الساكنة والتنوين لا يمكن إدغامها بحيث تختفي وتصبح غير موجودة، ولا يمكن إظهارها بقوة، يعني ينصرون مثلا، ينصرون النون الساكنة وراها صاد. يعني لا أستطيع أن أقول يصرون وأخفي النون، لا يجوز، نطق خاطئ وقراءة خاطئة. إنما هنطق النون ولكن ليس أظهرها بكل قوة، مثلا أقول ينصرون، ينصرون، هذا خطأ. ولكن طريقة نطق الإخفاء الحقيقي مع النون الساكنة والتنوين هو هكذا: ينصرون، ينصرون.
طلقة مع الطه، طلقة مع الذال، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي، من ذا الذي، وهكذا. هذا هو النطق الصحيح إن شاء الله للإخفاء الحقيقي مع الحروف الـ15. يبقى لنا الآن أن نذكر بعض الفروق بين الإدغام والإخفاء الحقيقي. التنوين أولا لا يكون إلا من كلمتين، وهذا شيء يعرفه الجميع. التنوين لا يكون إلا من كلمتين. أما النون الساكنة ففي الإدغام لا بد أن تكون من كلمتين، لا بد. ما لا، إذا جاءت من كلمة واحدة اللي هي زي دنيا، نون ورا إيه ونون ساكنة ورا إيه، إنما ما بقولش عليها إدغام. ليه؟ لأن أصبحت في كلمة واحدة. شرط الإدغام مع النون الساكنة يكون من كلمتين، من كلمة واحدة لا يصح، وإلا تغير الاسم إلى اسم آخر يسمونه الإظهار المطلق. فالإدغام لابد أن يكون من كلمتين. الإخفاء يجوز من كلمتين ويجوز من كلمة واحدة. يعني من ذا الذي، النون في من والذال في ذا الذي، ذا دي من كلمتين، يصارون النون والصاد في كلمة واحدة. فالإخفاء يتحقق من كلمة وكلمتين في النون الساكنة. أما مع الإدغام لا يجوز إلا من كلمتين. الفرق ده الفرق الأول. الفرق الثاني، الإدغام إدخال الحرف الأول في الثاني مع تجديد الثاني، ويقصد بإدخال الحرف الأول هو النون الساكنة أو التنوين مع الحرف الثاني، يعني أحد حروف كلمة يرملون. فإدخال حرف في حرف. أما الإخفاء فهو حرف عند حرف. هو إن الإدغام يكون بتشديد، وخاصة في الإدغام الكامل. الإدغام الكامل حروف النون والره والميم واللام. يعني إذا جه بعد النون الساكنة والتنوين أحد الحروف الأربعة، النون والره والميم واللام، بيكون ده إدغام كامل. إدغام كامل يعني لابد أن يأتي التشديد. يعني نون مع نون، النون الثانية مشددة، نون مع ره، الره مشددة، نون مع ميم، الميم مشددة، نون مع لام، اللام مشددة. فإذا يوجد في الإدغام تشديد، وخاصة تشديد كامل في الأربع حروف. أما لا يوجد تشديد في الناقص اللي هي الواو والياء. أما الإخفاء كله فليس فيه تشديد. هذا هو الفرق الثالث، والله أعلم.